السلام عليكم خوش، كي دايرين؟ بخير، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. تعطلنا عليكم بزاف بالنسبة للفيديوهات. المشكل كان عندنا، داكشي كان عندنا مشكل بزاف مع هاد الكوفيد وداكشي. راه عارف الانسان ما كيكونش مسالي بزاف مع كثرة الخدمة، وهذا ما كتحتاجش انك تبقى دير شي فيديو ولا شي. المهم دابا جيناكم في فيديو ديال مشكل ديال الماء. بزاف ديال الناس كيوقعوا في المشكل ديال الماء، وبالخصوص دابا هاد الصيف هذا. الانسان كيكون عنده الماء، كينقص ليه الماء، كاين اللي كيتسرب ليه الماء، كاين اللي كيخرج ليه عنده فويت الماء. جيناكم ان شاء الله اليوم في فيديو جديد باش نشرحوا لكم المشكل ديال الماء. واي واحد عنده شي مشكل ديال الماء مرحبا به في النيترو. بالنسبه للنيترو ابريليا اللي عنده شي مشكل ديال الماء مرحبا به، اي مشكل كيف ما كان. المهم بالنسبه لهاد لو كليون كان عندنا مشكل ديالو ديال الماء، لقينا ليه مبدل كيلاس، مبدل الجوان، ما خلى مبدل، ولكن المشكل انه عنده كان عنده فويت ديال القرعه من هنا. بزاف ديال الناس كيكون عندهم فويت تحت الغلاقه وما تيردوش ليه البال، كيسحبوا الغلاقه اللي كتسرب ليهم الماء وكيتم جناز. ولكن هو المشكل انه كيكون تحت الغلاقة، كيكون مشكل، كيكون عنده واحد الشق من هنا. الا لاحظتي ان دابا من اللي درنا القرعة بحال هكا، كتلاحظ انه كاين واحد الشق، راه هو تيبان لك صغير كيف ما كتشوفو. قلت هاد المشكل هذا ما كردش ليه بزاف ديال الناس، ما كيردوش ليه البال. كاين اللي كيبقى يبدل غير الجوان وكيبقى يخسر في المصاريف بزاف، هذا كيبدل الجوان، هذا كيبدل الكيلاس، وكيبقى في نفس السيروره، وهو عنده غير مشكل بسيط انه يقدر يبدل القرعه ديالو ويخدم عادي. وبالنسبه لهاد القرعه راه هي جديده خدامه 100%، ماشي جديده انها كتباع جديده من دوك جداد. من دوك جداد كيكون فيهم مشكل انها كتكون سهله ترطق مع الماء، مع انت راك عارف الموتور ملي تيسخن، راه الماء تيسخن كيوصل لواحد الدرجه، راه ماشي تفرقع الماء، راه تفرقع بزاف د الحوايج. لهذا ننصحك انك تاخذ قرعه ديال الماء دوريجين، ما تاخذش قرعه ديك اللي كتباع في السوق ديال 90 درهم، خذ قرعه دوريجين وغادي تهنى ان شاء الله. واللي بغيت نقول لكم كاع اللي شاف هذا الفيديو هذا يتابونا في لاشين باش ان شاء الله ديما يوصلكم الجديد. وكاين الجديد بالنسبه للنيترو سانت جو، كاين ديما الجديد. غير بالنسبه للناس اللي عندهم شي مشكل مرحبا. كان واحد السيد كان هو بغاني نشوف فيه واحد المشكل ديال الماء، والمشكله انه بعيد، هذا هو المشكل. ولكن تقدر تواصل مع الناس في واتساب ونشرح لهم المشكل كيف ما كان، ماشي مشكل.